اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج المشهد. مشهد اليوم عن منتدى شباب العالم والمقام في مدينه شرم الشيخ والذي بدا بالامس، واليوم هو اليوم الثاني لفعاليات هذا المنتدى تحت عنوان منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه، منصه للحوار بين شباب العالم. يسعدنا ان يكون في معنا في هذه الحلقه الاستاذ ايمن السيسي الكاتب الصحفي ومدير تحرير الاهرام. اهلا بك استاذ ايمن. اهلا يا فندم. يعني مشاهدينا، خلال اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة على ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، مشددا على أن التنوع والاختلاف بين الناس سنة كونية. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ. واحنا هنا في مصر، ومنقولش ده عشان يعني نشير ان احنا كدولة حريصين على الموضوع دوت، احنا بنحرصين على موضوع حقوق الانسان من منظور فكري، معتقدات احنا بنمارسها. لما بيجي نتكلم زي يعني ما تم تناوله حتى من يعني شبابنا اللي اتكلم في الموضوع، أو من السيدة السفيرة مشيرة خطاب على موضوع عدم التمييز وعملية التمييز على أساس ديني أو أي أساس آخر حتى. الكلام ده إحنا ما عملناهوش تحت ضغط من حد، إحنا عملناه في ضوء معتقدات وأفكارنا اللي إحنا بنقول فيها إن التنوع والاختلاف ده أمر إحنا بنقوله أمر سنة من السنن الكونية. يعني الاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة وفي اللون وفي الشكل وفي الثقافة وفي كل شيء، ده سنة. مش هنقدر نخلي العالم كله يتكلم لغة واحدة، مش هنقدر نخلي العالم كله شكل واحد، مش هنقدر نخلي العالم كله مشاربه السياسية مشرب واحد. وأتصور إن لو إحنا فكرنا إن إحنا عايزين نعمل ده، نقول الكل يبقى له لون سياسي واحد أو فهم وممارسة واحدة، أخشى إن إحنا يكون ده شكل من الأشكال الاستعلاء بالقدرة، الاستعلاء بالإمكانيات، الاستعلاء حتى بالممارسة. لابد يبقى فيه تنوع واختلاف بين الدول وبعضها البعض. ده مش أنا اللي بقول كده، مش أنا بقول كده عشان بحاول أروج لحاجة أو أدافع عن حاجة، لا، أنا بتكلم دي ده الواقع اللي الدنيا كلها موجودة فيه. كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اعتبار الزيادة السكانية في مصر تحديا يجب الأخذ به عند تناول حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوفير العلاج الصحي الجيد أو التعليم الجيد. لما حصل تطور، والتطور ده كان كاشف، انا بتكلم على الاوبئه هنا، وده كان كاشف ان ده مهم ان يتحط ويبقى جزء او بند من بنود حقوق الانسان اللي هو مجابهه الاوبئه والامراض الخطيره وايضا الزياده السكانيه والسيطره عليها. وانا هتكلم في النقطه دي على انها قد ايه بتمثل تحدي لكثير من الدول. كتير من الدول اللي موجودة يمكن، أو الدول الغربية بالتحديد، النمو السكاني بتاعها متوقف أو ثابت على مدى يمكن 30-40 سنة. يعني بنيته الصحية ما كانتش محتاجة دعم. بنيته الصحية لأن هو كان عدد سكانه مثلا في أي دولة من غير ما نذكر أسماء كانت 40 أو 50 مليون. يبقى البنية الصحية اللي موجودة على مدى 30-40 سنة اللي فاتوا ما كانتش محتاجة تعزيز أو تطوير. طب تصوروا دولة زي مصر كان لو بنتكلم على 2.5 مليون زيادة سنوية. أنا لما أجي أعزز البنية الصحية لمصر، ده كل سنة محتاج أضيف تعزيز، مش بنية صحية بس، لا، حتى البنية التعليمية اللي هو المدارس والجامعات. ده أمر يتحط في الاعتبار
انه ده تحدي من التحديات، لان انا لو انا ما قدمتش تعزيز للعمليه الصحيه في مصر تتناسب مع الانسان اللي عندي، طب انا كده قصرت كدوله في حق من حقوق الانسان في العلاج الصحي الجيد او التعليم الجيد. انا عايز اقول ان ده تحدي. طب هل الناس او لما بيتم تناول حق حقوق الانسان في مصر انا هقبل اي شكل من اشكال يعني التناول لما يعني لاوضاعنا في مصر، لكن ايضا ان يكون التناول تناول متكامل، تناول شامل. دي قضايا موجوده عندنا. وأكد كذلك الرئيس السيسي على حق المواطنين المصريين في توفير فرص عمل لهم، مشيرا إلى أن مصر رصدت 100 مليار جنيه لمجابهة فيروس كورونا على الرغم من الظروف الاقتصادية. يعني 2.5 مليون كل سنة، هو أنا مش محتاج أن أنا أشغلهم ويعطيهم فرص عمل؟ هو ده مش من حقه كإنسان أن هو يشتغل ويعيش ولا مش من حقه؟ طب أنا أعمل ده إزاي؟ وعشان كده أنا بتفق وبأكد وداعم تماما لفكرة إن النقطة دي تبقى أحد نقاط حقوق الإنسان، عشان الناس تبقى عارفة إنها بتمثل تحديات لدول زي دولنا. فدي نقطة أنا بس كنت عايز أتكلم فيها كمان. وعايز أقول لكم على حاجة، إحنا لما جاءت الجائحة كانت ضربت العالم كله، إحنا في مصر رصدنا 100 مليار جنيه في دولة يعني ظروفها الاقتصادية مش قوية. السياحة في مصر اتضربت بشكل كامل، وده قطاع كبير جدا بيدر أكثر من 14-15 مليار دولار. القطاع النقل وحتى في قناة السويس تأثر بشكل كبير، حركة النقل في مصر أو حركة النقل في العالم كله اتأثرت، وده قطاع كان برضو بيدر أموال لينا وتأثرنا بها تأثر كبير، لكن ده ما منعناش في إطار إن إحنا الحفاظ على حقوق شعبنا. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا، وأرحب مجددا بضيفي في استوديو النيل للأخبار الأستاذ أيمن السيسي الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام. أستاذ أيمن، دعنا نبدأ في هذا الحوار بملف حقوق الإنسان وتعاطي الرئيس السيسي له، حيث كان حريص في كلماته أن يؤكد أن مصر حريصة على ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، وشدد أيضا على أن التنوع والاختلاف بين الناس سنة كونية. تعليق حضرتك. طبعا هو يعني حقوق الإنسان في مصر، هو حسن أن يتحدث السيد الرئيس في هذا المنتدى الهام على حقوق الإنسان بالشكل اللي مصر بتقوم به. وأنا عايز بس أضيف هنا إن حقوق الإنسان، شوفي القيمتين الأساسيتين في الحياة زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعم. فالأمن والطعام الحقيقة في دي حقوق الإنسان الحقيقية، مش السياسية ولا البرلمانية ولا الانتخابات ولا الديمقراطية ولا كل حقوق الإنسان الحقيقية. إحنا شعوب محتاجين الأمن والإطعام. ما يتم في مصر الحقيقة الآن هو تنفيذ للوعدين الإلهي اللي جاء في ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، واهبطوا مصر فإن لكم فيها ما سألتم، لا فكلوا من فماء وعدسة وبصرة. فإذا الوعدين الإلهيين موجودين في مصر متحققين، تقوم به الحكومة الحالية ويقوم به الرئيس السيسي من خلال العمل على وصول كل الخدمات إلى جميع المواطنين. شوفي احنا في فترة كان القاهرة مستحوذة على كل شيء، وزي ما قال أستاذنا الراحل العظيم جمال حمدان: القاهرة رأس كاسح على جسد كسيح. فكانت القاهرة بتاخد كل حتى الخدمات الترفيهية كانت موجودة في القاهرة، ولذلك نشأت حوالين القاهرة 106 منطقة عشوائية من اللي جايين من المحافظات الأخرى في الصعيد وفي بحري. ما يتم الآن هو عدالة
توزيع التنمية وعدالة توزيع المشروعات الكبرى والرئيسية في مختلف الأماكن في مصر. وأنا الحقيقة يعني هنا لابد أن أحيي الجهاز المركزي للتعمير وعلى رأسه في وزارة الإسكان وعلى رأسه سيادة اللواء محمود نصار، لأن هم بأجهزة التعمير المختلفة اللي موجودة في مختلف بقاع مصر قدر بهذه النظرة وهذه العدالة في توزيع المشروعات قدروا يحققوا إنجازات عظيمة جدا في كل المناطق البعيدة والتي كانت مهملة. يعني شفنا بتعمل في المحاور والكباري اللي على النيل ما بين شرق وغرب، بيربط ما بين شرق وغرب النيل، ودي كانت مش موجودة زمان. من خلال المبادرات الرئاسية ليس توفير السكن فقط، لكن أيضا توفير الحياة الكريمة الحياة الكريمة بمعناها الأشمل، اللي هو يوفر لك سكن وعلاج شوف أنا أقول لحضرتك في من ضمن الحاجات اللي أنا شفتها في الصعيد كصحفي تحقيقات، انه في ناس كانت يعني في واحده ست بسيطه قالت لي انا ما كنتش بنام واولادي نايمين، انا كنت بفضل صاحيه جنبهم وسهرانه جنبهم، لان كان السقف كان متعرش بغاب وبوص وبتاع، وكان مات عندها طفل لان حيه نزلت او عقرب. بتقول لي دلوقتي انا بنام وانا مطمئنه واخده اولادي في حضني وبنام وانا مطمئنه لان الدوله عملت لي البيت الجميل ده وكانت بتتفرجنا على البيت. واحده تانية قالت لي ست عجوزه قوي يعني، والحقيقه ابكتني من الكلام اللي قالته، قالت لي يا ابني انا كنت زمان كل ما اعمل حاجه في الحكومه الحكومه تاخد مني فلوس، كل ما اجي اعمل طلب النهارده طول عمري بدي الحكومه، النهارده الحكومه ادتني اول مره في حياتي وعلى في سن الـ80 اخد من الحكومه حاجه، الحكومه بنت لي بيت. كثير بقى ما يعني في نماذج يعني عظيمه جدا وكثيره جدا، الميه اللي وصلت في 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 اقصى النجوع اللي في حضن الجبل وكانت فيه مقاسي، نعم. المدارس اللي اتعملت، مجمعات الخدمات اللي اتعملت بيعملها جهاز المركزي للتعمير في المناطق النائية، مجمع خدمات، متخيلة حضرتك ان في قرية كان المواطن بتاعها عشان يروح يعمل بطاقة شخصية او يعمل توكيل او يعمل اي معاملة رسمية لازم يروح المدينة، والمدينة قد تكون على بعد 50-60 كيلو وطرق سيئة. النهاردة اترصف هذه الطرق، اتبنت بيوت للفقراء الناس الاكثر احتياجا، بدا يتعمل مجمعات خدميه بتضم كل الخدمات الحكوميه من اول الانترنت لغايه الوحده الصحيه. نعم، كل هذه الخدمات فهي دي حقوق الانسان يا هاني الحقيقيه اللي فعلا يحتاجها المواطن. اتعمل مشاريع، في مشاريع صناعات على الميزات النسبية أو اتخاذ أو استفادة من الميزات النسبية لكل منطقة، وبدأ يتعمل فيها. هي دي حقوق الإنسان الحقيقية، إن أنا أوفر للإنسان الأمن، والحمد لله إحنا يعني بفضل الجيش وبفضل الشرطة سواء داخل وخارج الأمن عندنا أصبح لما نبص إحنا بس يعني شوفي الجبارتي قال إن إحنا ذاكرة العامة 3 أيام. لو نفتكر ايام 2011 وكنا بالنادي، حتى ما كنا بنقول مش عايزين اكل، احنا عايزين امان بس نقدر نمشي في الشارع بالزبط. بنشوف الدول اللي حوالينا، انت شوفي سيادتك المحيطين الاقليميين العربي والافريقي لمصر وما فيهما من توتر وحروب ونزاعات وازمات وامن مفتقد بشكل شبه كامل. النهارده احنا عندنا الامن موجود والطعام موجود، نعم. صحيح احنا قد نكون بنعاني من زيادة الأسعار، لكن الأسعار لو قارناها بما هو في الخارج أو بما هو كان قبل ذلك، لا احنا برضو أفضل كثيرا، نعم. جدا من الدول الأخرى، والحمد لله. شوفي يعني أنا أتمنى أن احنا نذكر بعض بس أنه طالما الأمن اتوجد والطعام اتوجد وهذه المشروعات العملاقة، احنا انا في تقديري، مش تقديري انا الشخصي كصحفي تحقيقات، لكن تقدير اساتذتنا الخبراء الاقتصاديين ومؤشرات الدولية اللي قالت ان مصر خلال الـ5 سنوات القادمة ستحدث فيها رفاهية كبيرة جدا نتيجة او يعني استفادة من هذه المشروعات العملاقة اللي تم إنجازها في هذه المشروعات. لا توفر الخدمات فقط، إنما توفر أيضا
كما قال الرئيس السيسي في كلماته اليوم خلال جلسات المنتدى لليوم الثاني والمقام في شرم الشيخ، أكد على حق المواطنين المصريين في توفير فرص عمل لهم خلال هذه المشروعات. يعني مش بتوفر الأمن بس ولا الطعام ولا السكن، ولكن أيضا بتحاول إيجاد يعني فرص عمل للشباب. هي دي نقطة بقى كمان، لما لو بصينا لخريطة مصر وما يتم فيها من أعمال مستمرة منذ 7 سنوات إلى الآن، شوفي كم العمال اللي شغالين في هذه المشروعات، أكتر من 3.5 مليون مواطن عمالة عادية، يعني غير الفنيين والمهندسين وبتاع شغالين. وأنا يحضرني الحقيقة وأنا بحيي سيادة اللي هو محمود نصار، بيحضرني كلمة قالها إن هو إدى توجيهات لأجهزة رؤساء أجهزة التعمير في مختلف البقاع في مصر إنه يشغلوا الشركات المحلية، علشان الشركات المحلية اللي هي موجودة، الشركات كل جهاز تعمير في محافظته يشغل الشركات اللي موجودة عنده في المحافظة عشان يوفر فرص عمل للمحافظة. وعملوا كمان حاجة في منتهى الـ 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 يعني في منتهى الجودة والقوة، عملوا جهاز للتدريب، كل من عايز يتدرب على حرفة يروح يتدرب وياخد شهادة من جهاز التعمير مركز التعمير ويلحقوه باعمال عندهم. فكل دي في مشروعات الحقيقه يضيق الوقت عن ذكرها، وفرت الامن، وفرت الطعام، وفرت فرص الشغل الكثير. احنا حاليا ما بنعانيش من حقيقه، ما بنعانيش فرص او بطاله بالمعنى الحقيقي يعني. نعم استاذ ايمن، يعني اذا تحدثنا عن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه المقام حاليا في مدينه شرم الشيخ، يعني ازاي بعد 3 دورات لهذا المنتدى اصبح هذا المنتدى نقدر نقول منصه عالميه للحوار بين شباب العالم؟ يعني هو كلمه منصه عالميه لشباب العالم ده حقيقي، لكن انا عندي تعبير تاني. اتفضل. ان هو اصبح عيد لشباب العالم. شوفي انا كلمني احد مش احد يعني كثير من اصدقائي وزملائي سواء الصحفيين او الباحثين الاكاديميين في اكثر من 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 اكثر من 10 دول. نعم. كلهم كانوا يبحثوا عن فرصة المشاركة، هو بعضهم قد ما كانش يعرف انه يقدم من خلال الانترنت او كده، او فكانوا محتاجين عايزين يقدموا، لان اصبح المواطن العائد زميلنا او صديقنا اللي موجود من هذه البلد اي دولة من الدول اللي كلموني منها وعائد، كان يتحاكى بما شاهد في مصر، يتحاكى بالعلاقات الدفء يعني اللي ممكن تطلق عليه الدفء الأسري بين شباب العالم. احنا بنعيد بوتقة شباب العالم على أرض مصر بما ينتج عنه من تفاعلات فكرية وثقافية وتلاحم وتلاقح يعني الحقيقة أصبح هذا المنتدى عيد حقيقي للشباب في العالم. وأنا شايف الرمزية المهمة قوي في هذه المسألة انه طبعا الشباب هم الاكثر فترات الحياه للانسان او عند الانسان وقوه وفتوه وابداعا هي فتره الشباب. الفتره ديت اصبح الجميع، وطبعا الاختيارات بيتم الاختيارات المشاركين سواء الحضور او المتحدثين بناء على معايير علميه وثقافيه واخلاقيه كبيره جدا. فتلاقي ان ما الشباب الموجودين من اكثر من 190 دوله في العالم، رقم كبير جدا. ويعني شوفي حضرتك المتحدثين 500 يعني، فالرقم الكبير يعني عشرات الالاف من اللي حاضرين اكثر من 120 الف. هؤلاء نخبه العالم، نخبه الشباب في العالم، وافكار الحديثه، افكار الجديده، الافكار الخلاقه والابداعيه. هنا اصبحت شرم الشيخ موطن الفرح والعيد لشباب العالم كله. أنا أتمنى في هذا السياق بقى أنه أجهزتنا الثقافية، وزارة الثقافة، المكاتب الثقافية المصرية، وأنا شايف يعني حاليا الدكتور أشرف العزازي أستاذنا اللي ماسك قطاع الثقافة في التعليم العالي، مسؤول عن المكاتب الثقافية المصرية في الخارج، من أهم الشخصيات وأكثرها فهما وقدرة على التعامل مع الشباب، وهو حتى خدم في مكاتب ثقافية مصرية بقى، انه نستغل، وكذلك السفارات حتى المكاتب العماليه، نستغل
هذه الفرصة بحيث ألا يكون يعني فكرة المنتدى فقط في أيام المنتدى، لا نعمل امتداد للمنتدى، كل مركز ثقافي مصري في أي دولة من الدول اللي حضرها مجموعة من الشباب على مدى الأربع دورات أو الأربع نسخ من هذا المنتدى، وكذلك السفارات تحتضن هؤلاء الشباب وتكون بيهم مجموعة تسمى مثلا مجموعة طليعة مصر أو مثقفي مصر أو، ونستمر على تواصل بينهم، لأنه شوفي إحنا لما بنشوف وقلنا الشباب هؤلاء هم أعظم شباب في العالم وأكثر شباب متعلم وأكثر شباب مبدع، دولت اللي هيرجعوا بلادهم وبعد 10 سنين هتلاقي، أنا في تقديري الشخصي أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب هيكونوا حكام في بلادهم، سواء وزراء أو مدراء أو رؤساء جامعات أو أساتذة جامعات. هؤلاء هم السفراء الحقيقيين لمصر. إزاي بقى إحنا كمصر كدولة، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي، الخارجية العظيمة، المصرية العظيمة، إن نستغل هذا ويستمر الامتداد أو نحافظ على مواطئ الأقدام اللي حققها عهد الرئيس السيسي في أفريقيا وفي دول العالم، وجزء طبعا من حضور هذا الشباب هو اعتراف بقوة مصر وعظمة مصر الإقليمية. فإحنا عايزين نستفيد من ده ونستثمر على مدى طويل، لأن ممكن هؤلاء يعني إحنا اللي خدمنا الحقيقة، وأنا شفت ده في أفريقيا ودول كتيرة، إنه من يعني مصر بفضل الله وستره كان بمحبة أشقائنا الأفريقيين الأفارقة مثلا أو العرب، اللي هم نتاج الاستثمار المصري من خلال الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية وعهد جمال عبد الناصر في مساعدة هؤلاء الأشقاء. طيب إلى الآن يمكن لغاية 2010 كان حكام كثير ورؤساء من دول أفارقة والأفريقية ووزراء كانوا ممن تعلموا في مصر أو ممن مستهم الثقافة المصرية أو كونتهم الثقافة المصرية. من هنا بتأتي أهمية الحوار والتعاون المثمر بين الدول، وأيضا التشاور سواء بين الشرق والغرب، وده بيمكن ليه أهمية كبيرة بيكون التشاور والحوار خاصة عبر منتدى شباب العالم. طبعا، لأن هو الحوار، وسير الرئيس النهاردة قال كلام في غاية الأهمية النهاردة ومبارح، يعني انه العالم كتلة انسانية واحدة، احنا نتحاور لكي يعني نتفق ونتحد، خصوصا في ظل في مواجهة تحديات كثيرة. احنا عندنا ازمة كورونا لازالت موجودة، ربنا يستر على الجميع منها وما قد ينتج عنها او بعدها او من اوباء بيولوجية او كده، الازمة المناخ، ودي ازمة بتمس تقريبا يعني ما يقرب من نصف الكرة الأرضية. فإحنا محتاجين فكرة صراع الحضارات وما قاله هانتجون وفوكوياما وما الصيحة أو الموضة اللي طلعت في التسعينات، إحنا الحقيقة دي عنصرية شديدة جدا. إحنا محتاجين نكون اتحاد للعالم، العالم إحنا كلنا في 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 على كوكب الأرض مضارين من الأزمات ومستفيدين من الخير. وعندنا الأزمة زي ما قال أستاذنا الدكتور اللي اتكلم مع زميلنا الفاضل الأستاذ محمد عبد الله، أنه العالم يتزايد والتناسل بيزيد. طيب، وموارد المياه محدودة، يعني احنا في مصر عندنا 2050 هيبقى عندنا 167 حسب الدراسات الإحصائية 167 مليون بني آدم. إزاي كيف نوفر لهم الطعام ونوفر لهم الماء؟ ما ينطبق على مصر ينطبق على دول أخرى. فإحنا نحتاج إلى التعاون ليس الصراع، وأن وهو ده اللي حض عليه الأديان الثلاثة، يعني سواء المسيحية أو اليهودية أو الإسلام، اللي حضوا على إن إحنا كلنا يعني عباد الله، وإحنا نتشارك في عبادة الله كل بدينه، ونستفيد ونتعاون لكي نعيش على هذا الكوكب. نعم أستاذ أيمن، الرئيس السيسي خلال اليوم الأول واليوم الثاني للمنتدى بعث برسائل من خلال منتدى شباب العالم. أهم هذه الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي من مقر المنتدى؟
أنا في تقديري إن إقامة المنتدى وحده طبعاً هو الحقيقة، يعني أنا عايز أقول إن كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجمله منذ أن تولى الحكم كلام بيقول رسائل مهمة جداً، وبيقول رسائل مستقبلية في أغلبها. وأنا حتى يحضرني جملة هو قالها زمان في بداية حكمه، قال أنا مش سياسي، ودي كلمة عبقرية جدا تعبر عن حقيقة هذا الرجل، إن هو رجل دولة. السياسي هو من يعمل على إرضاء الناس في اللحظة الحالية أو إرضاء الشعبوية يعني في اللحظة الحالية، لكن رجل الدولة اللي يعمل على بناء دولة ممتدة أثرها الإيجابي وضامنة أثرها الإيجابية للأجيال القادمة. فهو دي رسائل كتيرة ومهمة جدا، ومن يتمعن في كلامه هيجد ان هذا الرجل يمتلك حكمة عظيمة جدا. انا في تقديري بعيدا في الاطار المجمل، انه اقامة المنتدى في شرم الشيخ في مصر بهذا الحضور الكثيف من اعظم شباب ونخبة الشباب في العالم، وحضور سياسيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين وحاليين من مختلف بقاع العالم، هو رسالة كبرى تؤكد على أن مصر دولة عظيمة ودولة كبيرة ودولة آمنة. يعني أنت كيف تحمين أكثر من 100,000 أجنبي قادم؟ كيف تنظمين هذا الرقم؟ يعني عمل دور مهول. مصر في تنظيم المنتدى يعني. وأيضا مشاركة رؤساء وزعماء العالم وهذا الكم الكبير من شباب العالم المجتمع حاليا لحضور جلسات المنتدى، يعني أعتقد أكبر رسالة ده رسالة كمان في الأمن السياسي. لا كمان في نقطة مهمة في الإعلام العالمي عن مصر. الإعلام العالمي، يعني إحنا لا ننتظر من الإعلام العالمي ومن يحركونه ومن يوجهونه أن يكون في صفنا، لأنه غالبا دائما، شوفي مصر دولة عظيمة ودولة كبيرة ودولة قوية، ولولا أن مصر بها جيش قوي ومؤسسات محترمة وقوية لكانت المنطقة انهارت تماما. المقصود بكل ما يتم في من منذ، يعني انا في تقديري ان المساله ابعد من 2011 كمان، يعني من ايام اسقاط دوله سياد بري في الصومال سنه 1990 كانت بروفا لاسقاط الدول وبروفا لاسقاط المنطقه كلها وتفتتها. ما حدث في العراق بعدها، وما حدث في سوريا، وما حدث في ليبيا، وما حدث في تونس، كل هذه دي الهدف منها هي مصر. ولذلك انت لو رجعنا بالتاريخ، لكن يعني البعض ينسى، لو رجعنا بالتاريخ انه لما صار الشعب المصري على الاخوان في 30 يونيو، بعدها باسابيع نشأت داعش في العراق، وبعد ما تم القضاء على داعش في العراق انتقلت داعش الى ليبيا، لان المقصود هو مصر وتفتيت المنطقة. لن يحدث إلا إذا لا قدر الله ضعفت مصر وضعفت جيش المصري. إن شاء الله مش هيحصل. والحمد لله إن إحنا عندنا جيش قوي. من ضمن الحاجات اللي اتعملت إنه تم رفع كفاءة الجيش بشكل كويس، استحداث أسلحة ومعدات، ده اللي ضمن عفوا أن يقام هذا المؤتمر أو هذا المنتدى العظيم بكل هذه الأعداد من الضيوف وأهميتهم. خلي بال سيادتك احنا بنتكلم في شرم الشيخ، يعني على بعد 100 كيلو او 150 كيلو من العريش اللي كان فيها المواطن. أيوة. التوتر طيب استاذ ايمن، ازاي نقدر نستثمر ونستغل هذا المنتدى بالشكل الصحيح، وهو الترويج السياسي وايضا الترويج السياحي لمصر حول العالم؟ هو يعني السؤال اللي حضرتك بتقوليه ده مهم جدا، و مش عارف هل يعني اعتقد ان الدوله تعي ذلك يعني، واعتقد ان القائمين على امر هذا المنتدى عندهم من الحنكه والذكاء انهم فاهمين كده وبيعملوا على ذلك، انه ان يكون هناك في ربط استثماري طبعا الاعلام. يعني احنا استفدنا، لو انت بتتكلمي ان احنا لو صرفنا جنيه في هذا المؤتمر فالعائد منه من السياحة، يعني انت بتكلمي ما تحقق من دعاية لمصر من خلال هذا المؤتمر، يعني مئات الملايين من الدولارات.
فده لابد ان نستثمره. هنا بقى تجيء قطاعات الوزاره او الوزارات واجهزه الوزارات المختلفه، زي الثقافه، زي السياحه، زي التعليم، زي يعني كل الوزارات المعنيه لابد ان تكون. وهنا انا اتمنى ان يكون هناك لجان دائمه ونوعيه من تشكل، ينبثق عن منتدى الشباب لجان دائمه، امانات دائمه للجان نوعيه ثقافيه، علميه، فكريه، سياحيه، لجان الفنون. احنا عندنا الفنون في افريقيا لابد ان نتحاور معاها، تتلاقى الفنون المصريه مع الفنون الافريقيه. في كل المجالات يمكن ان يعني ويتم عقد، ليه ما يكونش في مهرجانات تانيه ثقافيه على هامش هذا المنتدى في الاعوام القادمه، سواء للسينما الافريقيه مثلا او للسينما العالم الثالث، مهرجان للشعر. هذا المنتدى فيه اعظم شباب في العالم، ممكن يحصل فيه بعد كده، يعني اتصور انه ممكن يحصل يعني فعاليات مختلفه او يعني ندوات ومهرجانات على هامش المنتدى حتى بعد المنتدى يعني، وتستمر في لجان دائمه او امانه دائمه للجان. يعني ممكن يبقى عندنا عباقره من عباقره العلم، اكيد اكيد في أيوة. فيها استاذ ايمن، هل نقدر نقول من خلال هذه المنتديات وهذا المنتدى تحديدا في نسخته الرابعه، يعني من خلال هذه المنتديات مصر ومشاركه مصر في صياغه مستقبل العالم من خلال مناقشه العديد من القضايا سواء الاقليميه او الدوليه، زي مثلا مستقبل الطاقة حول العالم، قضايا المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض، القضايا العربية والخلافات في العديد من الدول. شوفي حضرتك أنه هذه المناقشات، وأنا بأكد تاني على تحية كبيرة لمديري هذا المنتدى ومن أدروه، أنه هذه النوعية من القضايا التي تناقش ليست قضايا إقليمية ومحلية أو ذاتية فقط لمصر، لكنها قضايا عالمية. ده يعبر عن نبل مصر، ودائما تفكير القيادات المصرية التفكير النبيل الشريف للذات وللآخرين. فالاختيار المحاور اللي تم مناقشتها ده مهم جدا، لأنها قضايا عالمية. لاحظي حضرتك أنه هؤلاء الشباب، ما كل شاب منهم بيعبر عن فكر مجتمعه او قطاع من مجتمعه، سواء في قطاعات مختلفه، سواء الانسانيه او العرقيه او المهنيه. فهذه المخرجات اللي بتطلع من المناقشات اعتقد انها يعني تعمل عليها اجهزه يعني مراكز الابحاث واجهزه الدول الفنيه المعتمده على هذه النوعيه من الابحاث، واعتقد انها تساهم في دفع عمليه مواجهه الازمات، في الحد من الازمات. يعني اتصور ان مخرجاته هتكون جيده على مستوى العالم وليس على مستوى مصر. طيب لو تحدثنا عن التوازنات الدوليه ما بعد جائحه كورونا وتعاطي مصر مع هذه القضية وقضايا العالم. طبعا شوفي مصر ما يحدث فيها من إنجازات حاليا، وخصوصا مواجهة كورونا. احنا شفنا يعني كلنا نتذكر قبل الإغلاق اللي كان تم، ولما شفنا العالم كله بيقفل وشفنا على شاشة التلفزة الناس بتتقطف السلع في المحلات في الخارج، يعني كلنا خفنا انه الاسعار تتضاعف وانه السلع تختفي. ايوه، لدرجه ان انا اذكر بعض اصدقائنا جابوا سلع كتيره يعني وخزنوها، ولم يحدث ذلك، ولم تحدث ان اختفت سلعه، ولم يحدث ان ارتفع سعر سلعه عن السعر اللي موجود. المستشفيات عملت بكامل طاقتها، وفي تقارير دولية أكدت على أن الأجهزة الطبية المصرية وجانب الخدمات الطبية والصحية في مصر كان يتعامل مع كورونا بكثير من الفاعلية والجودة.
انا شفت الحقيقه تجارب، كلنا اكيد مرينا او احد اصدقائنا مر بتجارب مستشفيات. شفت، انا شفت الحقيقه والله العظيم، انا شفت مستشفيات على اعلى مستوى من الخدمات الصحيه، هو مستشفى عام يعني مش خاص، لكن انا كنت وانا داخل ازور حد كان كاني داخل مستشفى فندقي خاص. فالحقيقه وطبعا في سلبيات حصلت، لانه يعني مش في المجمل 100% مظبوطين، لكن بالقدر الكبير او بالقدر الاكبر استطاعت مصر ان تواجه هذه الجائحه مع حاجتين مهمتين جدا كانوا احنا يعني مصر بنقول مصر حربت على ثلاث محاور في خلال احنا عايزين نقولهم سريعا علشان وقتنا. محاربه الارهاب، التنميه العظيمه التي حدثت، مكافحه كورونا. نعم. مصر حاربت ونجحت في الثلاثه والحمد لله. نعم. استاذ ايمن السيسي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريده الاهرام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا وشرفتنا على شاشه النيل الاخبار. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقه من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد، الى اللقاء.